السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بألف خير. الدنيا مثل قطرة عسل كبيرة، نحن نرتشف منها، فمن اكتفى بالقليل من عسلها نجا، ومن غرق في بحر عسلها قد تهلكه، فبعض الذنوب والمعاصي قد تحلو لصاحبها وتشده ليغرق فيها، ومتعة الدنيا وزخرفها قد يغري الكثير من البشر فينصرفون عن العبادات وذكر الله والتقرب منه، فيغرق في زخرف الدنيا وزينتها، فيخرج من الدنيا بلا زاد، فيتحول مذاق العسل إلى مرارة دائمة، ويتمنى الإنسان أنه لو اكتفى من عسل الدنيا بالقليل ولم يغرق فيها. وقد حذرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من الانغماس في ملذات الدنيا، وحذرنا الله جل جلاله حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اعملوا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. قصة جديدة من القصص التي أحببت أن أشاركها معكم، أتمنى أن تعجبكم. عنوانها النملة وقطرة العسل. فرجة ممتعة. كان هناك نملة صغيرة لا تفقه في أمور الدنيا شيء. كانت تسير إلى بيت النمل فإذا بقطرة من العسل تسقط أمامها. لم تعلم النملة ما هذا الشيء الذي سقط أمامها، فأكملت طريقها مبتعدة عنه، فسمعت صوتا يناديها: مهلا مهلا، توقفي أيتها النملة. فإذا بصديقتها الجرادة تقترب منها قائلة: هذه قطرة عسل لذيذة جدا، كلي ما تشائين وأحضري لي بعضا من العسل. ترددت النملة قليلا ثم قررت أن تذوق طعم العسل، وما أن تذوقته حتى أعجبها كثيرا. فقالت لها صديقتها الجرادة: أقترح عليك أن تدخلي ضمن العسل لتأكلي منه جيدا ومن جميع الأطراف. طمعت النملة بالعسل وسمعت كلام الجرادة ودخلت ضمنه، ولكنها علقت فيه ولم تستطع الحراك أبدا، وبدأت تصرخ وتستنجد أصدقائها لمساعدتها. وإذا بمجموعة نمل يحملون حبة قمح يمرون بجانبها، فأسرعوا لمساعدتها وحاولوا إنقاذها، لكنهم لم ينجحوا وخافوا الاقتراب أكثر فيصيبهم ما أصاب صديقتهم المسكينة. ذهب النمل إلى ملكتهم وأخبروها بما حدث لصديقتهم النملة، فأخذت تفكر بالحل، ثم طلبت منهم أن يستدعوا صديقتهم النحلة الطيبة. جاءت النحلة الطيبة بسرعة فأخبرتها الملكة عن قصة النملة وطلبت مساعدتها، فقبلت النحلة وذهبت إلى النملة العالقة بالعسل فأمسكتها جيدا واستطاعت إنقاذها بصعوبة. شكرت النملة أصدقائها وعادت معهم إلى البيت وتعلمت درسا مهما: الدنيا يا أطفالي مثل قطرة العسل، علينا الرضا بالقليل منها وعدم الانغماس في ملذاتها حتى لا نعلق فيها مثل صديقتنا النملة. والجرادة هي مثال لأصحاب السوء، لأنها زينت العسل للنملة، ولما علقت النملة تركتها ولم تساعدها. أما النحل الطيبة
وصديقاتها النملات، فهم مثال الصحبة الصالحة الذين أعانوها على الخروج من محنتها ولم يتركوها وحيدة.